عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية لقوات الأسد وروسيا على إدلب. القوات العراقية تستعيد مناطق في الفلوجة وآلاف المدنيين يفرون من المدينة. مفاوضات اليمن جلسات تفصل الطروحات الأمنية والعسكرية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي، والبداية مع موجز لأهم وآخر الأنباء. تخطى عدد القتلى الذين لقوا حتفهم جراء القصف الروسي والأسدي على محافظة إدلب تخطى 60 قتيلا ونحو 200 جريح وفق تقديرات تركية. ودعت الخارجية التركية في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا ضد ما وصفته بجرائم نظامي روسيا والأسد التي لا يمكن تبريرها. معنا من ريف إدلب مراسل أخبار الآن مصطفى جمعة عبر الهاتف. مرحبا بك مصطفى، ما الإحصاءات الجديدة لديك عن عدد القتلى والشهداء في إدلب وفي ريفها جراء الغارات الروسية يوم أمس والطيران السوري أيضا؟ نعم، أهلا بك أحمد. دعني أبدأ بهذا الخبر العاجل. الآن ومنذ 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ 6 غارات جوية على مدينة إدلب، إحداها بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا، وأيضا قبلها كانت هناك غارات جوية على مناطق شرقي سراقب ما تسبب باندلاع حرائق بأراضي القمح والمحاصيل الزراعية، وأيضا غارات على منطقة معرة النعمان وعلى قرية سكيك في ريف إدلب الجنوبي. أعود أحمد بك إلى الإحصائية. إذن أفهم منك مصطفى، منذ الأمس وحتى الساعة غارات الطيران مستمرة على إدلب وريفها؟ نعم أحمد، نحن نرقب ونشاهد هذه الغارات بعيوننا. طبعا الغارات لم تتوقف أبدا. اليوم مدينة إدلب أيضا في الصباح تعرضت لغارات جوية، كانت غارتين في حين كانت تفضل تابع مصطفى. أقول استمرت الغارات الجوية اليوم في الصباح بالأثناء التي كانت فرق الدفاع المدني تنتشل جثث الضحايا من بين الأنقاض. كانت هنالك غارتين في الصباح على مدينة إدلب، ومنذ قليل قلت لك كانت 6 غارات جوية على المدينة. هنالك مناطق كثيرة في ريف إدلب تتعرض لغارات جوية مركزة والبعض الآخر عشوائي على الأراضي الزراعية التي يقترب استحصاد المواسم فيها. الحصيلة النهائية أحمد بحسب الفرق الدفاع المدني والفرق الطبية تجاوزت 50 موثقين بالاسم، وهنالك أكثر من 16 شخص مفقودين، وهنالك أيضا جثث مجهولة الهوية، ولا زالت فرق الدفاع المدني تعمل في بعض المناطق في إدلب ولا يمكنني تسميتها بالاسم. تعمل على انتشال أم وثلاث أطفال في أحد أحياء مدينة إدلب جراء القصف الروسي، ولا زال إلى هذه اللحظة الطيران الروسي في الأجواء. هناك أيضا طائرات تصور على ارتفاع عالي جدا كما تتكلم المراصد اللاسلكية أن هناك عمليات رصد. وأيضا لو جئنا نتكلم عن الأحداث بشكل عام في إدلب، كان هناك أيضا انفجار عبوة ناسفة على طريق كفر تخاريم أرمناز. الناشطون هنا والحقوقيون يسندون هذه التفجيرات والعمليات للنظام الذي يحاول دب الرعب في قلوب المواطنين، خاصة أن أدلب يعني أكملت العام على الخروج الكامل من قبضة قوات الأسد. مصطفى، وضع المشافي والمراكز الطبية التي تستقبل هؤلاء الجرحى ربما أو المصابين، لو تصف لنا الوضع باختصار لو سمحت. نعم أحمد، حقيقة يعني المشافي والنقاط الطبية وحتى النقاط الميدانية المتنقلة باتت عاجزة. أذيع خبر أن كل من يمتلك القدرة على تبميض الجراح وأيضا على استخراج الشظايا والتعامل مع الإصابات الإسعافية الحرجة والسريعة التوجه إلى النقاط الطبية. هنالك متطوعين كبير يعني. نعم نقص كبير بالدماء بكل الزمر، تطلب المشافي كل الزمر التوجه إلى النقاط الطبية، وتطلب أيضا مختصين وسيارات إسعاف وفرق دفاع مدني. هنالك حالة استنفار يمكنني أن أقول تشمل وتعم كل النواحي الحياتية والإسعافية والطوارئ في هذه المنطقة في مدينة إدلب وما حولها، والتي نعلم أنها كانت مشمولة ضمن الهدنة التي تكون مقابلة لها كفرية والفوعة. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى جمعة مراسل أخبار الآن متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من ريف إدلب.
في العراق المجاور بدأت القوات المشتركة باقتحام ضواحي مدينة الفلوجة من المحورين الشرقي والجنوبي، وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي أن القوات المشتركة استعادت منطقة النعيمية جنوب الفلوجة ووصلت إلى مشارف حي الشهداء أول المدينة جنوبا. دان بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق جريمة إعدام 17 مواطنا مدنيا في منطقة الكرمة من قبل إحدى فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، واتهم النظام الإيراني بالإشراف على ما سماه المعارك الطائفية بالمدن العراقية. وأضاف البيان أن الجريمة وقعت على أبرياء بزعم دعمهم للإرهاب بعد اعتقال 73 مواطنا من منطقة الرشاد في الكرمة الواقعة شمال شرقي الفلوجة. كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عن اتفاق خليجي لعقد اجتماعات دورية بين وزراء الدفاع الخارجية والداخلية. وناقشت الجلسة على جدول أعمالها المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تدخلات إيران في دول المنطقة. أن الأزمة مع إيران تعود إلى تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، إلى دعم إيران للإرهاب، إلى زرع إيران لخلايا تجسس في دولنا، إلى شب إيران الفتن الطائفية في بلداننا، إلى إنشاء وتسليح وتدريب ميليشيات طائفية في الدول العربية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول. هذه المشاكل اللي مع إيران، فوقت ما إيران تكف عن هذه الأعمال وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، يكون الباب مفتوح لبناء أفضل العلاقات مع إيران. أقر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني أقر بتورط بلاده في أزمات المنطقة بدءا من العراق وسوريا ولبنان وانتهاءا بأفغانستان، مشددا على أن هذا التدخل الإيراني في شؤون المنطقة هدفه الدفاع عن المصالح القومية. كما أقر بالوضع الصعب الذي تواجهه بلاده قائلا إن استمرار التدخل الإيراني في تلك المناطق صعب. دان مسؤولون عسكريون أمريكيون بشدة محاولة كوريا الشمالية الفاشلة بإطلاق صاروخ باليستي في انتهاك للقانون الدولي. وجاء في بيان للقيادة الأمريكية أن هذا السلوك وسعي كوريا الشمالية المستمر لامتلاك الصواريخ البالستية والأسلحة النووية يشكلان تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وحلفائها واستقرار منطقة آسيا المحيط الهادئ برمتها. لقي 880 مهاجرا ولاجئا حتفهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط الأسبوع الماضي وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معلنة أرقاما جديدة بعدما أجرت مقابلات مع ناجين نقلوا إلى إيطاليا. وقال المتحدث باسم المفوضية إن العام الحالي يثبت أنه دام بصفة خاصة بعد أن قتل 2510 أشخاص في حوادث تحطم وانقلاب قوارب مقابل 1855 لقوا حتفهم خلال ذات الفترة من عام 2015. في أخبار الصحة، يقترب العلماء من اكتشاف علاج للسرطان أكثر من أي وقت مضى وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأوضحت طبيبة بمستشفى لندن أن الأطباء يقتربون من إحداث ثورة في عالم مكافحة مرض السرطان من خلال استخدام خلايا جذعية في العلاج، مما سيساعد على القضاء على المرض في أسرع وقت ممكن. أصبح كوكب المريخ مساء الاثنين في أقرب نقطة إلى الأرض، وهي المسافة الأقرب إلى الأرض منذ 11 عاما. وحصلت ظاهرة التقابل حيث تكون الشمس والأرض والمريخ على خط واحد، ويبدو فيها الكوكب الأحمر المريخ في السماء أكبر وأكثر وضوحا وحمرة، وإلى جانبه يمكن مشاهدة كوكب آخر وهو زحل. أخبار الآن، تزور النقاط العسكرية في شمال الرقة وتلتقي عددا من المقاتلين وتستمع إلى ظروف المواجهات والمعارك هناك. هذا ما سنتابعه بالتفصيل ولكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. في وقت تسعى فيه القوات العراقية إلى استعادة مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 3700 شخص فروا من الفلوجة منذ بدء الجيش حملته العسكرية قبل أسبوع. وأكد المتحدث باسم المفوضية عن وجود تقارير حول استخدام المدنيين دروعا بشرية من قبل التنظيم، وجدد مطالبته بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين درءا لوقوع خسائر فادحة في الأرواح. ونشد المتحدث باسم المفوضية المجتمع الدولي تقديم تمويل إغاثي لتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي الفلوجة. لمواجهة صعوبة النزوح التي يعانيها نازحو المدن العراقية المحتلة من قبل مسلحي داعش، برزت مؤخرا العديد من المشاريع الداعمة للنازحين، خاصة النساء اللائي فقدن المعيل. ومن بين تلك المشاريع مشروع تمكين المرأة النازحة اقتصاديا واجتماعيا في مدينة بابل، الذي أعطى فسحة أمل لنساء النازحات ليكون بمثابة محطة الانطلاق نحو تأمين متطلبات الحياة الصعبة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من بابل أحمد الحسناوي. شيماء امرأة موصلية أجبرتها الظروف والأقدار على مغادرة مدينتها الموصل بعد سيطرة مسلحي داعش عليها. بين حنين وألم الفراق اكتملت لوحة الغربة ما بعد النزوح، الذي ما زال يشكل في مخيلة شيماء نسيج ذكريات أليمة عاشتها مع أبنائها، وهي تصارع تلك اللحظات بين تنكيل واضطهاد وقتل وترويع على يد عناصر التنظيم. يعني بدأوا يفجرون بيوت، يعني مع العسكريين، مع الشرطة، مع يعني منتسبين بالجيش. وولد خالتي 5 راحوا للبستان وقتلوهم يعني، فطلعنا على أثرها، طلعنا من المنطقة مالتنا. المنظر لحد الآن يعني ما أعرف شلون أوصفها، هي من السيطرة. هيك الناس كلها متجمعة، يعني تقول يوم مع الشهر ما يوم، يعني ما أعرف شنو هو من شيء. الناس اللي عنده سيارة طلع بسيارته، واللي ما عنده سيارة ماشي، ويعني وضعية. العزلة الاجتماعية كانت صفة مرحلة النزوح لشيماء، واقع في غاية الصعوبة، لكنه لم يدم طويلا، فسرعان ما تكشفت أمامها فسحة أمل من جديد من خلال انخراطها في مشروع تمكين المرأة النازحة اقتصاديا واجتماعيا ليكون محطة الانطلاق نحو تأمين متطلبات الحياة. أول ما طبينا بابل يعني ما نعرف إحنا وين نروح وين نجي، لأن ما عدنا لا أقارب لا عرف لا شيء. في يوم من الأيام كان يعني جماعة قالوا أن أكو منظمة تدعم النازحين أو هيك شيء، فداومت وياهم بالبداية، يعني دورات هواي دخلوني كطريقة تواصل، ثقة بالنفس، التفكير الإيجابي، شوية يعني خففوا من معاناتي حتى أقدر يعني أطلع النازحين أطلع. فالحمد لله والشكر، يعني من كنت أطلع يعني أسمع النازحين أقول لا أنا يمكن يجوز ما شفت شيء مثل ما هم شافوا. يعني يهدف مشروع تمكين المرأة النازحة إلى خلق حالة جديدة للنساء النازحات الفاقدات للأمل في حياتهن، خلاصة تلك البرامج الإنسانية نتج عنها تأهيل تلك النسوة من خلال تمكينهن في مجالات الخياطة والأعمال اليدوية، فضلا عن تطوير المهارات الإدارية. نتعامل مع رجال أعمال وأشخاص محسنين في دعم هذه البرامج، بأن نقوم بإدخال النساء المستفيدات وتحديدا النساء الناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنضافة لهن النساء النازحات منذ 2014 وإلى الآن النساء قائدات الأسر. أيضا شبه لهم هذا البرنامج بأن نقدم لهم تدريبات مهنية، هذه التدريبات على مهن مدرة للدخل كمثلا الكوافير، الخياطة، صناعة الأكلات الجاهزة، دورات السكرتارية، الأعمال اليدوية، المطبوعات، كيفية إدارة المشاريع الصغيرة. ومع تزايد أعداد الأسر والعوائل النازحة من مناطق سكناها، تزداد المعاناة الحياتية لتلك الشريحة في ظل غياب الحلول والمعالجات المتمثلة بضرورة الإسراع بتطهير المناطق المحتلة من قبل داعش كي يتسنى العودة إليها. أمنيات مشروعة يراها البعض بأنها صعبة المنال، لكن تبقى الأيام القادمة كفيلة بحسم هذه القضية.
من بابل أحمد الحسناوي، أخبار الآن. حول الموضوع ينضم إلينا من بغداد محمد مجلد، المنسق الوطني للإيواء والمساعدات الإغاثية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مرحبا بك معنا سيد محمد. حتى الآن نتحدث عن أعداد ربما متواضعة من الفارين من الفلوجة، معنا عبر سكايب. طيب، نتحدث عن أعداد لا تتجاوز 3700 مدني هربوا من مدينة الفلوجة التي تجري فيها معارك حاليا حامية لتحريرها من تنظيم داعش. جهودكم هل من خطوات استباقية لاحتواء أعداد أكبر؟ هل أنتم جاهزون في المفوضية لاستقبال اللاجئين، تأمين مأوى مؤقت لهم، مساعدات غذائية طبية ما إلى ذلك؟ تفضل. مساء الخير. نحن عم نشتغل مع الحكومة العراقية، مع وزارة الهجرة والمهجرين، وعم ننسق جهود منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الأجنبية والمحلية، وحضرنا في نوع من الكومبلكس بعمرية الفلوجة، جنوب الفلوجة ومش بعيدة عنها، حضرنا عدد من المخيمات، بعضها موجود فيه عائلات نازحة من الأنبار من أماكن تانية، والبعض مخلينا نحن محضرين لموضوع الفلوجة. من شهرين ثلاثة نحن عم نحضر للعمليات المختلفة بالأنبار، إذا كان بهيت ولا بالرمادي ولا بالفلوجة. حاليا مثل ما تفضل، ما هي تلك الاستعدادات؟ هل تشمل خيام؟ هل تشمل نقاط إسعافية طبية، مراكز إيواء، ربما أغذية؟ حدثنا أكثر. الاستعدادات هي مخيمات، يعني العوائل 500 اللي خرجت من الفلوجة تم استيعابها في مخيمات وموجودة مع الخدمات مالتها. يعني الموضوع مش بس وجود الخيام، الموضوع في عدة أمور بيناتها مثل ما تفضلت، الموضوع الإسعافي يعني الانتباه الصحي للعائلات اللي عم تخرج بوضع كتير مأساوي، خاصة يعني مع تردي الأوضاع المعيشية والصحية في الفلوجة حاليا. نعم تفضل. معظم العائلات في مشيت حوالي 10 كيلومتر، في أطفال وناس مسنين مشيوا 10 كيلومتر بالصحراء بمناطق غير مأهولة وبوضع غير آمن أبدا. نحن حضرنا هذه المخيمات، وحاليا بالإضافة لل 500 عائلة تم استيعابها، محضرين 1350 وحدة سكنية بمخيمات مع كامل الخدمات، جاهزة بعملية الفلوجة لاستقبال النازحين. ولما نستقبل النازحين كمان منأمن لهم مواد إغاثية اللي هي غير الطعام، اللي هي ضرورية مثل الفرش والبطانيات والجيريكان وأدوات المطبخ، لحتى يقدروا يعني يبلشوا حد أدنى من المعيشة. نعم، يعني حال قدر الإمكان أنه نأمن لهم هذه المساعدات. وبيضل همنا الأساسي الأول والأخير هو أنه العائلات يتأمن لها ممرات آمنة لحتى تطلع من الفلوجة. جميل. يعني بالحديث عن الممرات الآمنة سيد محمد، الجميع يتحدث اليوم عن أن الحكومة العراقية سعت وتسعى إلى تأمين ممرات أمنة لخروج المدنيين النازحين من مدينة الفلوجة، ولكن لا تخرج إلا أعداد قليلة. ما هو الواقع الذي تصفه لنا على الأرض؟ ما هي صعوبة خروج المدنيين اليوم من الفلوجة؟ لو تصف لنا الوضع ميدانيا. يعني الصعوبة الأساسية كلنا بنعرفها، أنه تنظيم داعش، المدنيين بالداخل يستعملوا كدروع بشرية، وفي نحن عملنا مقابلات مع بعض الخارجين، في شوية يعني في إعدامات، يعني في يجري تجنيد إجباري للرجال والأولاد اللي ما بدها تحارب، وفي تعدي على الناس اللي يعني بيكمشوها عم تهرب، ما عم يعني ما بدهم يخلوا حدا يهرب لاستعمالهم كدروع بشرية. بالإضافة لموضوع إنه يعني جبهة حرب مفتوحة من الجنوب، من الصقلاوية ومن الشرق، منه سهل على العائلات أن تطلع. الجيش العراقي يتعاون لإيجاد الممرات، وأول ما العائلات اللي عم تقدر تطلع، أول ما بتوصل على نقاط السيطرة تبعية الجيش العراقي، أول شيء الجيش العراقي عم ينقلها لأماكن آمنة أول، ويأمن لهم مع المنظمات الثانية الأكل والطعام، ويرجع ينقلن على عامرية الفلوجة. نعم. هيدا كان الوضع بثلاث أربعة أيام اللي مرقت، ونتمنى يدوم على هذا المنوال. نعم، شكرا جزيلا لك محمد مقلد، المنسق الوطني للإيواء والمساعدات الإغاثية في المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين. مع بدء الحملة لتحرير الريف الرقة الشمالي، تشهد خطوط الجبهات الأمامية سخونة وبرودة بحسب احتدام المعارك التي تزداد ليلا. فعناصر داعش المتمركزون في بعض القرى يلجؤون لقصف أماكن وجود قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون، وأحيانا يحاولون مباغتتهم بالهجوم بسيارات مفخخة في الليل، وذلك حتى لا تراهم طائرات الكشافة والاستطلاع التي تكاد لا تفارق سماء المنطقة طوال النهار. أخبار الآن، زارت النقاط العسكرية في المنطقة من قرى الفاطسة وبئر عيسى وشركراك، واستمعت أيضا من عدد من المقاتلين إلى ظروف المواجهات والمعارك هناك. نحن الآن في الجبهة المقابلة لمرتزقة داعش، هم يبعدون عنا حوالي 1 إلى 2 كيلومتر. هذه هي قرية الهشة وهم يوجدون فيها، لا يستطيعون التحرك بسبب تحليق الطيران، لكنهم يتحركون بشكل خفي في الليل ويختبئون نهارا، الطائرات فوق رؤوسهم، هم يقاتلون بهذه الاستراتيجية. نحن نبعد أقل من 10 كيلومترات عن خط التماس مع داعش، قليلا ما نشتبك مع أفراد التنظيم في هذه القرية، وأحيانا يحاولون استهداف مواقعنا بالرصاص وسلاح البي كي سي، لكنهم خائفون جدا منا. هذه ليست حملتنا الأولى ولن تكون الأخيرة أيضا ضد تنظيم داعش، وسننتصر بإذن الله. كذلك فإننا نسمع الطيران عندما يقصف مواقعهم. هذه القرية التي أمامنا هي قرية نمرودية. في بداية الحملة اشتبكنا مع داعش فيها وقتلنا عددا منهم. حاولوا في ساعات الليل أن يردوا الهجوم علينا، لكن الطيران استهدفهم، فاضطروا للتراجع والتموضع في مكان آخر. حملتنا هي لتحرير سوريا بشكل كامل، ولن نتوقف لحين السيطرة على الرقة ولحين إنهاء داعش. المنطقة تحت سيطرتنا لمسافة 6 كيلومترات. لقد حاولوا إرسال عربة مفخخة إلينا، لكن الرفاق كانوا متحضرين لها وقاموا بضربها ولم يصب أحد منا بأي أذى. مخيم مبروكة غرب مدينة رأس العين يؤوي عشرات العائلات النازحة من المناطق التي احتلها داعش كالرقة ودير الزور وحلب. غالبية هؤلاء النازحين هربوا من بطش التنظيم بحقهم. تعددت الروايات، كل حمل مأساته وذكرياته الأليمة معه وغطى وجهه وكتم هويته عندما تحدث لأخبار الآن، خوفا من انتقام أفراد داعش من أقربائهم الذين ما زالوا تحت حكم التنظيم. والله قشر والليل تسود، احنا هربنا عليكم من الذبح، والله من الذبح، الله وكيلك عايشين بالناموس. ابن اخوي وحيد الام، حيد ذبحوه يا عيني، ذبحت الخار في قلبه يا روحي، والله ذبحوه يا عيني يا رب، والله ذبحوه يا قلبه صغير. لا تفطنونا على الوالد، العالم تعبانة من اضطهاد المرأة. أولا ما يخلونا عن عيوننا نشيل، بدنا نقطع عن عيوننا كامل، لباس أسود كامل، يعني اللي يلقطونها الحسبة بيقتلوها أو بيعملوا العمايل فينا. وإذا مثلا ثيابنا العباية الليقرة ما بيقبلوها، بدك تروح الحسبة بينزلونا العباية الليقرة والكلة ويلبسونا لباس من عندهم وندفع مصاري وياخذوا لباسنا. والله هاي المعول، الرجال اللي محلق دقنه او مخففه بياخذوه كمان على الحسبه، انه مين لابسه مثلا يتحججوا عليها باي شغله، اللي لابسه كعب عالي او اللي طالعه عن عيونها او اللي لابسه كفوف، اي شغله بيتحججوا علينا. والله كلها بدها تنزح العالم، بس ما بيخلوا حدا ينزح. اللي عنده شباب وعنده شيء بده يطلع بشبابه وما يخليهم. وبناس انتسبت لهم من الجوع، يعني في اكثر منها، وبناس قاعد تشتغل معهم، يعني تعمل عمل، يعني مثل بدهم حفر القبور اخذ البلوك، بشباب اشتغلت من الجوع اشتغلت معه. ما بين لك وجهي، لانه انا بينت وجهي اهلي بيروحوا كلهم بيقتلوا اهلي. يلا ليش احنا بنخاف يا اخي على اهلنا ولا مو على حالنا؟ قطعت بنا السبل ان نتصل بقيه المحافظات السوريه او دول الجوار نهائيا.
نحن محاصرين ما نستطيع نطلع، ففتح مجال واستطعنا أن نعبر هالمسافة، لكن ما أقدر أحدد من أين عبرنا وشلون الطريقة وكذا، يمكن هذا الشيء يأثر على أخواننا الموجودين هناك. حياة صعبة، ما في حدا يعطي لحدا. الخبز كيلو الخبز ب 250 ليرة، كيلو الحنطة ب 200 ليرة، كله يسوون الدواعش على الدولار، هم يأخذون دولار ويخلوا العالم تجوع. قام يطالعون العالم من بيوتها ويسوونها مقرات. عمي بلبنان يا يجي من بلاد الكفر لهين، يقولون يجي يقعد ببيته يا ماله بيت. اطلع من بيتي طالعوا لي اغراضي واغراض بيت عمي، تشرفوهم برا وسووا بيت عمي مقر قعدوا بيه هم. ما في غاد يشهدهم عليك أربعة، راسك يصير منبج وجستك برق الظل. هزمنا من الرقة من قطع الروس، بنسكوا مهربين دخان بكيفه عليهم، مخالفات تشليح بنبسطوا لهالشغلات، قطع الروس قطع الإيدين هاي مثل السلام عليكم، انهزمنا من هالشي هاي. مستمرون معكم في استوديو الآن مشاهدينا، ونتابع بعد فاصل قصير. في ظل ازدياد أسعار الملابس الجديدة في دمشق، سوق الملابس المستعملة في ازدهار مستمر. أهلا بكم من جديد. تتواصل مباحثات السلام اليمنية في الكويت الثلاثاء بعقد جلستين مناقشات منفصلتين للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع وفدي الحكومة والانقلابيين، وذلك لاستكمال مناقشة تفاصيل الرؤيتين الأمنية والعسكرية. هذا وتنص الخطة المقدمة من وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المبعوث الدولي بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية، وتنص على إنشاء لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات. كما حددت الخطة النطاق الزمني لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وفقا للخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح. وستتكون اللجنة العسكرية من ذوي الخبرة ممن لم يشاركوا في عملية الانقلاب ولم يرتكبوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وستشرف اللجنة على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش، كما ستشرف على تأمين خروج المسلحين إلى مناطقهم بعد تسليم السلاح. وكذلك ستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية من أجل تأمين جميع المنشآت الحيوية والنقاط الأمنية والمقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة. ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت مختار الرحبي، سكرتير الرئيس اليمني سابقا وعضو الوفد الإعلامي المرافق لمفاوضات الكويت. مرحبا بك معنا سيد الرحبي. هل نستطيع أن نقول بأن هناك تقدما في المحادثات اليوم مع بينكم وبين وفد الانقلابيين في الكويت سيد الرحبي؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. مساء النور. سنتحدث أنه هناك تقدم من حيث تقديم الرؤى ومن حيث تفاصيل القضايا المهمة العالقة والتي لها أكثر من 40 يوما هنا في الكويت ويتم ترحيل هذه القضايا، لكن تم الدخول في عمق القضايا وتم مناقشة تفاصيل دقيقة في المشهد السياسي وكذلك في المشهد الأمني، وتم وضع النقاط على الحروف في مسألة تشكيل اللجان العسكرية والأمنية وكذلك استكمال المسار السياسي. هذه اللجان التي ذكرتها أنت قبل قليل طبعا ستشرف على انسحاب الميليشيات وكذلك عودة الحكومة والتمهيد لعودة الحوار السياسي الذي سينعقد في صنعاء وليس خارج، يعني مسألة تشكيل الحكومة وغيرها سيتم مناقشتها في إطار الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني في صنعاء. تبقى لدينا فقط قضية الانسحابات وما إلى ذلك. ما تزال الميليشيا الانقلابية ترفض الصيغة التي تقدمت بها الأمم المتحدة وترفض أيضا الصيغة التي تقدمت بها الحكومة التي تأتي في إطار المرجعيات المتفق عليها والإطار العام المقدم من الأمم المتحدة. سيد الرحبي، من يتابع الأوضاع الميدانية في اليمن، يعني في الكويت تجري محادثات وهناك نقاط تقدم واتفاق كما ذكرت مبدئية، ولكن الحرب ما زالت مستعرة في أماكن عدة، وأيضا توقفت كل عمليات الهدن التي كانت سابقا سرية المفعول. ما تعليقك على الموضوع؟ نعم، هو في المجمل لم تنهار الهدنة بشكل كامل، لكن هناك اختراقات، يعني بلغت الاختراقات أكثر من 4000 اختراق
التي تم رصدها من قبل اللجان المحلية المناط بها مراقبة وقت 4000 اختراق ولم تنهار. هي هذه الاختراقات يعني لكنها لم تنهار بالشكل الذي بإمكاننا نقول أنها عادت المعارك السابقة التي كانت قبل الهدنة، لكن الاختراقات متواصلة في تعز، في اليوم، في البيضة، أيضا في شبوة. هذه الاختراقات متواصلة ومصاحبة للمشاورات منذ اليوم الأول، لكن مع ذلك جميع الأطراف حريصة، خصوصا الجانب الحكومي وكذلك جانب الأمم المتحدة، على استمرار الهدنة لإتاحة المجال أمام المتحاورين هنا في الكويت. على الأمم المتحدة أن تحدد موقف من مسألة الانتهاكات والاختراقات التي تحصل في الميدان، لأنها تؤثر بشكل مباشر على ما يحدث هنا في الميدان. أيضا لدينا خطة، لدينا قضية مهمة جدا وهي قضية المختطفين. ما تزال حتى الآن الميليشيا الإنقلابية تحاول المقايضة بين الأسرى والقتلى، نعم، بين الأسرى الذين تم اعتقالهم في أرض المعركة وبين المختطفين الذين هم اختطفوا بدون أي جريمة، بدون أي جريمة ارتكبوها، تم اختطافهم من بين أهليهم وبين منازلهم بدون أي جريمة، وهم الآن مخفيين قسرا منذ عام ونصف منذ الانقلاب الحوثي. بالتالي هذه مشكلة، وما تزال حتى هذه اللحظة هناك إشكاليات في موضوع المعتقلين. الحكومة تقدمت بأسماء 2630 اسم من المختطفين، كذلك الميليشيات الإنقلابية تقدمت ب3000 أسير، تقول أنهم متواجدين، مع العلم أن كثير منهم قتلوا في الأحداث السابقة وكثير منهم غير متواجدين أصلا في السجون لدى الحكومة الشرعية. نعم، ولكن ما زالت المفاوضات بينكم وبين الانقلابيين غير مباشرة حتى اللحظة، يلتقي ولد الشيخ أحمد مع كل على حدة، صحيح؟ نعم هذا صحيح. منذ الأسبوع الماضي بعد أن عادت المشاورات بعد انقطاعها لمدة 5 أيام عادت باستراتيجية جديدة، وهي أن يلتقي المبعوث الدولي مع كل وفد على حدة ويطرح الرؤى، ومن ثم ينتقل إلى الطرف الآخر لعدم الانصدام والدخول تقريب نقاط الالتقاء. نعم، شكرا جزيلا لك مختار الرحبي، سكرتير الرئيس اليمني سابقا وعضو الوفد الإعلامي المرافق لمفاوضات الكويت، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الكويت. أكد عدد من كبار مشايخ القبائل اليمنية في حديث حصري لأخبار الآن، أكدوا أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو الذي شرع أبواب اليمن أمام تنظيم القاعدة لاستخدامها بأهداف عدة، منها الانتقام من خصومه السياسيين والعسكريين وجعلها أداة للتخلص منهم ولجعل التنظيم فزاعة لدول الجوار والعالم، إضافة إلى استجرار المال بحجة محاربة الإرهاب. بالنسبة للتحالف بين علي عبد الصالح وهذه العناصر هو عريق ليس وليد الساعة. علي عبد الصالح بعد انتهاء الحرب في أفغانستان تم استقبال ما كان يعرف بالأفغان العرب بالدرجة الأولى اليمنيين، ويليهم أيضا بعض الأفغان العرب من مصر ومن ليبيا ومن الجزائر ومن غيرها، وهؤلاء استثمرهم لحاجة في نفسه وغرض مستقبلي. من ذلكم أنه غرسهم في المناطق الجنوبية. عراقة التحالف بين علي عبد الله صالح وبين القاعدة كان من أيام ما قبل عام 90. ما حصل في أبين في ذلكم الحين هو تسليم، ولم يأخذوها بالقوة، ولم يأخذوا أبين بمواجهة جيش. علي عبد الله صالح سلمهم أبين بالكامل، محافظة أبين وأجزاء من شبوة، وهكذا وامتد نفوذهم إلى حضرموت في 2011 و2012. لمن علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع لليمن هو شخصية راعية وشخصية لها يعني يد طولة منذ القدم في احتضان تنظيم القاعدة، ويتمثل ذلك في احتضانه لما يسمون بالإخوان العرب أو الأفغان العرب، الأفغان العرب الذين عادوا بعد حرب أفغانستان المعروفة، احتضنهم على عبد الله صالح وأطرهم وجعل لهم مكانة وجعل لهم صولة وجولة كما يقال، وفرصة حتى إخلالات بالنظام وبالقانون، وسطوا على أراضي في مثلا في سمح لهم بالتهريب من الدول الجوار وعبر البحار، تبناهم بمعنى كلمة تبني. وفي الآونة الأخيرة طبعا كانت له أهداف كثيرة، أعتقد من أهم الأهداف
هو أن يستخدمهم متى شاء، ويستخدمهم كفزاعة لدول الجوار ودول الدول العالمية، يعني المنظومة العالمية عامة. وكذلك من ضمن أهدافه المهمة جدا أن يقصف أو يجمع بهم أي تمرد، سواء تمرد عسكري كأن يتمرد عليه ضابط من الضباط أو قيادي عسكري، فيجعل القاعدة تغتال هذا الشخص. وكذلك خمت أي تحرك سواء حزبي سياسي قبلي، يتهمهم بأي اتهام ثم يجعلهم عرضة للانتقام. ضمن الأهداف استدرار المال العالمي الذي يأتي بحجة مكافحة الإرهاب لدعم ليستخدمه على عبد الله صالح في دعم الإرهاب. بالرغم من علم الجميع بالمخاطر والأمراض التي يمكن أن تنقلها لهم الثياب المستعملة، إلا أن السوريين يصرون على شرائها والإقبال عليها لأنها المخرج الوحيد أمامهم لكسو العائلة في ظل ازدياد أسعار الملابس الجديدة التي باتت بعيدة المنال للكثيرين منهم، في ظل طبعا الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات خمس. تقرير الزميلة منى عواد والتفاصيل. حيثما تسير في أسواقها اليوم تجد الناس يتزاحمون في دمشق لشراء ملابسهم من أسواق الثياب المستعملة لقلة مواردهم أو انعدامها في كثير من الأحيان. وقبل الثورة السورية كانت أسواق الملابس المستعملة تتركز في المناطق الشعبية ومنها دمشق القديمة، لكن الإقبال عليها كان قليلا ومعظم بضاعتها كانت من البضاعات الفاخرة التي يتجاوز سعر بعضها ضعفي سعر القطعة الجديدة. ولا يخفي السوريون أن سبب إقبالهم على الشراء من سوق الثياب المستعملة حاليا يعود إلى رخص الألبسة والمستلزمات التي تعرضها للبيع خلافا للبضائع السورية، وتلك التي تباع في الأسواق المختصة التي لا يعرف كثير من السوريون شكلها منذ سنتين أو ثلاث بسبب إغلاقها أمنيا وزيادة الأسعار فيها كثيرا. بس بعد الأزمة على إغلاء الأسعار صار البهلة هي مانا خيار، هي صارت خيار وحيد، لأنه أسعار السوق كتير 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 خيالية ووجودة البضاعة أبدا مانا بتوازي الأسعار، فالواحد يلاقي إنه المال شيء ظريف. والله بالعكس هو في إقبال عليه لأنه العالم مو مثل أول، يعني كانت العالم أول تشتري كانت أرخص، هلا على ارتفاع الدولار ما ظن تعبير الدولار لا الواحد كان يجي مثلاً على قطعة البالي كان من أول تجي أرخص من هلا أغلى، وعليها أقبال يعني شيء معناها أقبال عليها أقبال. انهيار سعر صرف الليرة وزيادة الأسعار أديا إلى تغيير جذري في حياة السوريين ممن بقوا في بلدهم، منها انتشار هذه الأسواق التي تؤمن للناس لباسهم بسعر باهظ لكنه مقبول مقارنة بأسعار الأسواق التجارية، ولا عزاء للناس فيما وصلوا إليه إلا في أن هذه البسطات والأسواق الصغيرة أمنت عملا للعشرات ممن يعيلون عائلاتهم في ظل البطالة المستشرية. فقرة استوديو الآن مستمرة معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل نتابع. في اليوم العالمي لوقف التدخين غلاف بسيط لمنتجات الطب. أهلا بكم من جديد. تتعرض منطقة الشرق الأوسط لآفة خطيرة وهي الليشمانيا والمعروفة أيضا باسم حبة حلب، إذ بدأ الوباء ينتشر في جميع أرجاء المنطقة سريعا وسط تحذيرات من تفشيه، حيث ظهر الوباء في سوريا وتحديدا المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش كالرقة ودير الزور والحسكة على وجه الخصوص، حيث يقول الهلال الأحمر الكردي إن إلقاء تنظيم داعش للجثث المتعفنة في الشوارع هو سبب وراء انتشار المرض. التقرير التالي يحمل مزيد من التفاصيل.
جرثوم مداري يتسبب في حدوث تشوهات في جلود البشر ويعرف باسم داء الليشمانيا بدأ يظهر على صعيد واسع في بعض المناطق السورية وانتشر مع تدفق النازحين السوريين في منطقة الشرق الأوسط. هالبارازايت هيدا اللي بينتقل فاذا من هالبعوضه لهالانسان وبتعمل بالاول شكل عقصه مثل عقصه البرغشي، يعني اذا ما بننتبه لها بنقول بسيطه اكل واخذة برغش، بتبين بالاول كحبيب صغير بتعمل تورم طبيعي، بس اللي بيلفت النظر انه ما راحت مثل ما بتروح شكه البعوضه العاديه، بتبلش تعمل بالاول حبه حمراء بتنتفخ، بعد فتره بتصير تعمل تقرح، فهالتقرح بخلي المريض يجي لعنا. لا ينتقل وباء الليشمانيا بالملامسة، والطريقة الوحيدة لانتقاله هي عبر لدغات ذبابة الرمل التي تحمل الوباء. ومعروف انه عندنا فوق العشرين سبيشيز، عندنا عشرين نوع منها، هي تنتقل من البعوضة لأنه طب بتقلي إذا كان موجود هالشخص بلبنان وما راح على هالمناطق الموبوءة ليه بدها تصير عنده؟ لأنه أوقات الشخص اللي موجود بالمناطق الموبوءة بيجيبها معه بدون ما يحس، بشينته بغراضه بتجي لأنه بتكون البعوضة قاعدة بهالمطرح وبتقدر تعمل هالمشكلة. الوعي وتشخيص الحالة أهم الخطوات لمواجهة الوباء يؤكد الأطباء، والذي تتفاوت عوارضه بين شخص وآخر، ويجب المرض حالة استنفار طبي في مخيمات النازحين السوريين. معظم الحالات بتقدر تشفي لحالها، يعني عنا استعداد نطلع فيها بنلاقي هالتقرح بعدين بتختفي بتترك ندبة عادية. وين نحن بدنا نعالجها؟ إذا بنشوفها عم تطلع بمناطق حساسة مثلا مناطق الوجه أو عم تبلش تتصرف بطريقة كتير قوية، هون مضطرين نعالجها. أكثر شيء التشخيص معتمد فيه هو البي سي آر، بناخذ شقفة من الجلد أوقات أو بنعمل هالفحص لحتى نأكد هالحال. هلأ الأدوية أكيد بتتفاوت، بدنا نعرف نحن أنه في أدوية موجودة عندنا مثلا بنسميها ميت الأزوت إذا كانت بعدها ببدايتها بنحرقها، فعندنا حتى أدوية بنسميها أنتي فانجل بنعطيها للفطريات لأنه في أدوية مضادة للفطريات بتشتغل عليها، بس كمان في أدوية ثانية اللي بيقولوا لها أنتيمونيال، اليو إن كانت مسؤولة عنها وبعدها لهلا كانت عم بتمدنا بالأدوية. مصادر طبية أعلنت أن إلقاء تنظيم داعش للجثث المتعفنة في الشوارع هو السبب وراء انتشار المرض. دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الموافق اليوم، دعت إلى اتباع سياسات فعالة للحد من استهلاك التبغ، مركزة على اعتماد التغليف البسيط لمنتجاته عبر شعار وجهته إلى الدول وراسمي سياسات استعدوا للتغليف البسيط. المزيد عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في تقرير الزميلة ألفاء الجامي. حقائق مفزعة نشرتها منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يوافق 31 من مايو سنويا. 6 ملايين شخص حول العالم يلقون حتفهم جراء تعاطي التبغ أو التعرض للتدخين السلبي. في إقليم شرق المتوسط هناك 38% من الرجال و 4% من النساء يدخنون التبغ، ومع ذلك ترتفع نسبة المدخنين في بعض البلدان لتصل إلى 52% بين الرجال و 22% بين النساء. معدلة التدخين في أوساط الشباب تبعث على القلق بشكل خاص، إذ تصل 42% بين الفتيان و 31% في أوساط الفتيات، وتشمل هذه المعدلات تدخين الشيشة وهي المنتج الأكثر شهرة في أوساط الشباب من السجائر، ولكنها ليست أقل منها خطرا. وبمناسبة اليوم العالمي لوقف التدخين لهذا العام، دعت منظمة الصحة العالمية إلى التركيز على تغليف منتجات التبغ لإنقاذ الأرواح والحد من نسبة الوفيات. وأكدت المنظمة أن التغليف البسيط هو أحد التدابير المهمة التي تسهم في الحد من الطلب على التبغ، فضلا عن إطفاء بريق منتجات التبغ وتقليل جاذبيتها وفرض قيود على استخدام العبوات كأحد أشكال الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها. كما سيحد استخدام هذا النوع من التغليف من لجوء صناعة التبغ إلى وسائل التغليف والتوسيم المضللة ويزيد فعالية التحذيرات الصحية. ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى جملة وقائع منها أن أستراليا أصبحت أول بلد ينفذ التغليف البسيط لمنتجات التبغ بشكل كامل في ديسمبر 2012، وبينت أن كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وفرنسا مررت العام الماضي القوانين اللازمة لتنفيذ التغليف البسيط ابتداء من مايو 2016، وأشارت إلى وصول عدد من البلدان إلى مراحل متقدمة من النظر في اعتماد القوانين الخاصة بالتغليف البسيط من أجل حياة صحية لمواطنيها. ينضم إلينا عبر الهاتف من الفجيرة الدكتور عمر الراوي، رئيس عيادة الطب العام في مشفى الشرق التخصصي. مرحبا بك معنا دكتور عمر.
قبل أن نتحدث عن التدخين وطرق الإقلاع عنه، نتحدث هنا عن أرقام مخيفة سنويا، 6 ملايين حالة وفاة تقريبا جراء التدخين وأمراض طبعا أخرى يصاب بها المدخنون. برأيك ما هي الإجراءات التي على الدول أن تتخذها للحد من عدد أو زيادة أعداد المدخنين؟ يعني على سبيل المثال دولة الإمارات تمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، هناك دول فرضت عليها أو معظم الدول فرضت عليها منظمة الصحة العالمية أن تضع شعارات وصور تحذيرية على كل علبة سجائر. برأيك ما المزيد المترقب أو المفروض أن تقوم به هذه الدول من أجل زيادة الوعي بمخاطر التدخين وبالتالي وقف أعداد المدخنين الذي هو بازدياد؟ شكرا للسؤال. بداية ننوه إلى أن تضافر الجهود المجتمعية والحكومية للحد من هذه الظاهرة يلعب دورا أساسيا في تقليل انتشارها في المجتمع. فكما أسلفت الذكر أن موضوع التغليف البسيط أو وضع ملصقات تحمل صور لنتائج تدخين التبغ، النتائج الصحية بأنواع الأورام مثلا أو التشوهات الجنينية وإلى آخره، إضافة إلى الحد من تقنين الأعمار التي يباع لها التبغ، إضافة إلى ذلك موضوع الأماكن، منع تعاطي التبغ أو تدخينه في الأماكن العامة حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة المحيطين، إضافة إلى النشرات التوعوية التي يقوم بها الأطباء ممثلين في وزارة الصحة أو الهيئات المجتمعية للتوعية بضرر التدخين وعدم انسياق الشباب وراء هذه الظاهرة. طيب دكتور عمر، يعني كنا نتحدث قبل قليل، أتحدث مع الزملاء عن موضوع غلاء أسعار التدخين يساعد في الإقلاع عنه. لدينا العديد من الحوادث أو الأصدقاء في أوروبا على سبيل المثال، سعر علبة التبغ غالي جدا وهناك من أقلع بسبب ارتفاع سعر التبغ. هل تراها خطوة ربما تضاف إلى كل ما ذكرته يمكن أن تساعد على الإقلاع عن التدخين أو ابتعاد المدخنين عن التبغ، سواء الشيشة أو الأرجيلة أو السجائر؟ الارتكاز على من وجهة نظري الارتكاز على العامل المادي في رفع أسعار التبغ قد يؤدي إلى فعلا إلى المساهمة في الحد، ولكن هنا أخشى شيئا واحدا وهو لجوء الشباب إلى الأنواع التي قد تكون أرخص في التصنيع فتكون ذات قيمة أو جودة منخفضة جدا بما تحمل من مخاطر صحية، مخاطر إضافية. نعم، تعرف أن هناك أنواع مختلفة من التبغ، تختلف طريقة التصنيع، تختلف طريقة الحفظ والتخزين، طريقة التصدير إلى آخره، فانخفاض يعني لا نستطيع أن نعتمد بالإطلاق.